معكم واحد السيد بغى يبارك لكم العواشر. السلام عليكم مشاهدين، عواشركم مبروكه بصحه وسلامه باش نتمنيو ان شاء الله، ومرحبا بكم ومرحبا بالجميع. مرحبا بكم، شكرا لكم. اي استشاره اللي وصلوا لنا في صراحه مرحبا. كنعطيهم شويه ديال الوقت. لا كنعطيهم الوقت بزاف، كنعطيهم. لا ما كنتعصبش معاهم، كنعطيهم الوقت الحمد لله. ويسمحوا لينا اللي ما جبناكمش التليفون ولا شي حاجه، راك عرفتي بالخطاش كيكون شويه ديال الضغط. كيكون الضغط صراحه. والله العظيم كنشوف كلشي بعينيا، يعني السيد كيكون جاي عنده شي واحد شي كليان تيكون جالس تيجاوبكم، يعني حيت ما كاينش ستوندار ديال. ما كاينش ستوندار، حنا كنديروا كلشي وحدهم اللي كيستقبلوا الكليان بطبيعه الحال بوحدهم. فهاد السيد هذا هو اللي كيدير كلشي مع مهدي تا هو، باش ما نساوش هشام وحيد بطبيعه الحال الفريق ديال مكتب البيع ديال ابو بالبحر. ونعاودوا مرحبا بالجميع وعواشركم مبروكه، وشكرا لك اختي زينه. مرحبا. تتفرج من المتابعات ديالك. تسلم عليها. تبارك الله العواشر. الوالده كنحييك من هذا المنبر، وزينه تسلم عليك حتى هي من هذا المنبر. شكرا. تبارك الله عليكم، شكرا بزاف. ساعة سعيدة. سلام. اهلا وسهلا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالنا. مرحبا بك هشام. مرحبا بك زينة. كي داير؟ لاباس دارك؟ جيج. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. المهم دابا لقيتونا ان شاء الله باش نكملوا لكم ان شاء الله الفيديو ديال الاشغال ديال الشطر الاول والشطر الثاني بطبيعه الحال، من بعد ما شفتوا معنا الاشغال ديال بالم بيش. تبارك الله غادي مزيان الاشغال ديال بالم بيش. واليوم ما شاء الله في هذا الفيديو هذا غنوريكم الاشغال ديال الشطر الاول والشطر الثاني. انا غاده جايه من طريق مهديه، قلبنا لهم شي شويه خويا هشام، كنا كنجيو من هنا، دابا كنجيو من هنا من طريق مهديه باش نشوفوا الاجواء هنا كي دايره. بطبيعه الحال الاجواء مزيانه، الطريق دابا كيصايبوها. دو هشام اول حاجه قال لي هشام، قلت له انظر فين وصلت الاشغال، قال لي في قطيات. ديك راه في هشام راه مهم لي قطيات. والله العظيم والله الا كاين واحد ديك الصراحه كيما قلت هشام واعر دور الكاميرا القطيات ديال هشام. المهم كيبين صغار قطيات، الناس كيتسناو البارتمان وكيتسناو البوليسيون وهو كيهضر على الفوطويات. والله الا كنضحك معاك اخويا هشام، انا كنت كنتقلب. المهم عرفتي شنو فكرتي انا هشام؟ واحد الطابق عرفتي كنفرحو باي حاجه. شتي المشروع اللي كنتبعوه، المشروع اللي كنتبعوه من المشروع اللي كنتبعوه من البدايه من الساس، حنا غاديين معاه كنفرحو باي حاجه تزادت في المشروع، بحال شي حاجه ديالنا كنحسو فيها كنفرحو فيها. خويا هشام ديما والله العظيم كيزعي لكم من القلب. تيسير بطبيعه الحال الناس خدامين ما شاء الله، الله يعاونهم. هانتوما شوفو ما كيقدم دابا الطريق، المهم غير تكون الطريق ان شاء الله واجده. والفوطيات ديال الضو ها هما الفوطيات ديال الضو اللي قال لكم هشام، ها هما غادي يعطي واحد الجماليه ان شاء الله خويا هشام. هنايا صراحه زوينه، واحد الطريق ما شاء الله، طريق كبيره جايه من طريق قنيطره. غدا ان شاء الله الطريق مهديه، تلقى ان شاء الله مع الطريق مهديه. عرفتي تبارك الله التروطوارات غادي يكونوا ان شاء الله. وهنايا الاف بلس 3 من هنايا، هنايا عاوتاني الاف بلس 3 حتى هو من هنايا حتى هو اف بلس 3 ياك هشام. وهنايا حتى هو اف بلس 3 ياك ولا شنو؟ مازال ما عرفتيش. ايوا صافي، المهم المعلومات اللي ما متاكدينش منهم ما نقولوهمش، وحتى الا قلنا شي حاجه وغلطت ماشي مشكل، سيبوا للناس. المهم حنا غاديين معاهم ان شاء الله تنتعدوا. فوالا المهم اللي باين هو الشطر الاول تبارك الله راه ما شاء الله راه غادي مزيان، الشطر الثاني حتى هو راه تبارك الله غادي مزيان. المهم كيقادوا الطريق وكيقادوا كل شيء باش ان شاء الله يكون كل شيء واجد. وفين وصلتوا في الشطر الاول يا هشام؟ مزيان فينيسيون زعما الداخل، نهضر على الداخل مزيان. المهم دابا غادي نزيدو شي شويه لقدام ان شاء الله، نشوفو المحلات التجاريه حتى هما راه كاينين المحلات، باقي المحلات التجاريه هشام، باقي المحلات البيع البيع. الناس اللي كيسولوني على المحلات التجاريه، من الاحسن الناس يجيو يشوفوا يعني مع مكتب البيع باش يعطوكم معلومات بطبيعه الحال. كي كاينين المحلات هنايا، انا نوريهم ندور الكاميرا باش نوريكم بالضبط فين كاينين المحلات باش تشوفكم فين ان شاء الله المحلات التجاريه. عاطين على هذا البونبون هذا وعلى هذا الشارع هذا اللي ها في الطريق الجديد طريق قنيطره، وكاينين حتى في الشطر الثاني، ولكن غير هذا الفصاد هذه هاد الفصاد هادي فيها المحلات التجارية. وعاوتاني كاين المحلات التجارية وخدين اخرين هشام هنايا. الاخ بلسترو اخويا هشام كاين تما المحلات التجارية اللي عاطين على طريق مهدية. صراحة مزيانين غادي يكونوا ان شاء الله تما، ولكن الاثمنة صراحة ما عندناش معلومات بالضبط على الاثمنة. ان شاء الله اللي بغى شي حاجة يجي مكتب البيع من الاحسن.
يكتب البيع بطبيعة الحال باش يعطيكم معلومات ديال الثمن شنو باقي المساحات وهذا. ان شاء الله الله يسخر الجميع ان شاء الله. ان شاء الله اليوم غادي تشوفوا ان شاء الله الشطر الشطر الاول ديال ابواب البحر بطبيعة الحال، ومفاجاه لواحد المتابعه ديالي ان شاء الله هشام. غادي تمنى تنزلت فرق ان شاء الله، ولكن راه في 5 ايطاج والله الا كون سبقناها قبل ما نكونوا عيانين، مشينا ضربنا صورنا طالب بيش وعاد رجعنا، ولكن ماشي مشكل غادي نمشيو ان شاء الله للشطر الاول ديال ابواب البحر بطبيعه الحال نصورو لابارتمون لهاد السيده هادي كنسلم عليها بزاف بزاف، وكنشكرها حيت متابعه صراحه ديما كتابعني بطبيعه الحال كتخلي لي كومونتير وطلباتني قالت لي عافاك اختي زينه الا كان ممكن تسولي لي لابارتمون ديالي تبقوها هي الاولى باش نمشي بالك. بالنسبه للمحلات نصورو بعدا غير هنايا شويه الاجواء هنايا عاد نمشيو بالنسبه للمحلات ديال التيزان. ها المحل التجاري ديال الشطر الثاني هو هادو، وهنا هي الشطر الاول بطبيعه الحال غادي يكونوا على هذا الواجهه هذه ديال الشطر الاول، وغادي يكونوا حتى على الشط على هنايا الشارع مزيان بحال هكا يعني ما كاينش محلات هنايا وعاوتاني محلات اون فصل كتكون غير قابله شي شويه مزيان هكا شويه هكا وشويه هكا مكنوش عاوتاني كلشي محلات تجاريه. ايوا هادشي اللي كان المهم هادو هما هذا هو الاجواء ديال الشطر الاول تبارك الله غاديين، والمفاجاه ديال انهم بداو دابا كيفينيو لي فاصاد كيسبقو لي فاصاد ديال الشطر الاول، وهنايا الشطر الثاني تبارك الله راه خدامين شويه صوتو في الشطر الثاني خويا هشام. خدامين فيه تقريبا رجوسيات خدامين ياك دابا رجوسيات كلهم غادي مزيان اغلبيه طالع اغلبيه قسمو غادي في المطور ياك ايوا مزيان، وغادي يبداو ان شاء الله فيهم وقيلا داك الشغل ديال الزبيج وداك الشيء ديال مزيان حتى كندورو الكاميرا عاد باش ما تنساوش شي حد. وهانتوما ها هو الشطر الثاني كما قلت هشام راه فيه الاشغال ديال اللي قادو يعني السفرين الماسونغي واقيلا دازت كلها قسمتو ها الشومبر ها الصالون ها الكوزينه ها مزيان باش تبداو ان شاء الله عاوتاني الجليج وتبداو القابس وتبداو المسائل ديالهم. وهذه هي المفاجاه ديال الشطر الاول ها هي المفاجاه ديال الشطر الاول هانتوما كيسمعو العمارات ديال الشطر الاول كيبانو دابا مزيانين اخويا هشام باش يبانو بحال كيما شفناهم في داك الفيديو اللي كتوريو الناس عرفتي داك الدري زوين هانتوما شفتو هذا هو الشطر الاول هانتوما راه كيسمعو بطبيعة الحال تما الفساد شتيه ها هو الشطر هانتوما نزيدو شي شويه قدام ولا ها يلا هانتوما غير باش يبان لكم دابا هنايا هاد البلاصه هادي شاب شانتي تبارك الله ديال اخو البروموتور اللي حسني والسيد راه كيتابعني من زمان قال لي من زمان كنتابعني القناه ديالي شكرا اخويا لاش خير عبد الجليل عبد الجليل قول لي شي كلمه تمنى التوفيق والنجاح ان شاء الله والقناه تزيد قدام وحتى تساعد الناس تجي وشريو داكشي راه غادي زويون ومن المشروع حتى هو راه غادي طيبوا هادشي مزيان الناس لا مزيان بحال اللي بحال اللي كطيبوا داكشي ديالكم مزيان مزيان ديما اصلا مزيان هادشي عندك ديما مزيان ديما مركزين عليا داكشي ناري ديما ما حتاش واقيلا نوصلك على فينيسيون على كلشي كلشي البني كيتكار علينا بزاف الكروزوفر شي اهم حاجه في البني هو الكروزوفر ماشي فينيسيون هو الكروزوفر هو الكروزوفر غادي نجي انا ما نصحش الضو ما نصحش الماء ما نبقاش مشكل في فهمتي داكشي اللي باين المهم هو الحديد اما داكشي ديال الزواق وداكشي لا لا الزواق يطيح غادي يطيح الزواق ونبدلو ماشي مشكل غير ما نلقاش المشكل في لاستاسيون ديال الماء لاستاسيون ديال الضو كلشي داكشي كيتبدل كلشي كيتبدل اهم حاجه هو الحديد البيطون صح اذا هو العماره في الواقع الصح هو الاصلاح الداخلي
بالدري بحي عاود هذا ماشي مشكل الساحل كيغير. ايوا شكرا اخويا وشكرا على هذا الشيء. التوفيق والنجاح دائما ان شاء الله. الله يحفظك يلاه تبارك الله عليك. يلا كنسلموا على عبد الجليل واش نتا؟ عبد الجليل. عبد الجليل ما كنسميش عبد الجليل، جلال. 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 جلال كنسلموا عليه بطبيعة الحال وكنقول له شكرا بزاف على الشهادة ديالك، تيقول لي ديما القناة ديالي في الحلقة. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك كاملين. وصراحة هذا الشيء كيفرحنا خويا هشام، للناس يعني اللي كاين واقفين على السؤال وكيفاش كيهضروا وكيفاش كنبنيو بحال هكا كنبنيو اليسنى، وكما قلت يعني أهم حاجة هي البروزور وهي الصح وهي هذا، راه هذيك هي أهم حاجة. وهذا الشيء اللي كان شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم، الله يفرحني هذاك السيد صراحة. يلا دابا غادي نمشيو إن شاء الله، كما فرحني ذاك السيد غادي نفرح هذه السيدة هذه حتى هي، ماشي مشكل واخا تستنى فيها. والله العظيم بكل فرح ان شاء الله نصوروا ليها لا باغتمون ديالها ان شاء الله، نصوروها من برا وتطلع حتى للسانكيام على ودها. صافي هشام يلاه تبارك الله عليكم، ما تنساوش اللايك ديالكم راه هما اللي كيديهم كنشجعوا. فين هي لاباغتمون؟ هادي هادي؟ هي هادي. لا كتشوفها؟ ايه. وقيلا خليفريا. كتشوف خليفريا وقبلية. خليفريا؟ اه. خليفريا وقبلية. اه. وبلاتي نجبد لك البلان ديالها. ديال السيده ان شاء الله اللي غنطلعوا ليها اليوم ان شاء الله باش نشوفوها هي هادي، ها الموقع ديالها. شوفي اختي الموقع ديال لاباغتومون ديالك ديال العماره ديالك هو الاول. ها الطريق ها انت هي الطريق، مين با واحد دقيقه باش تهبطي الطريق نيطرا هي هادي، وهادي هي العماره ديالك ان شاء الله. المهم انت جيتي في 5 ايطاج اخر ابارتمون فوق اخر ايطاج، وهنايا الطريق جاتي على الطريق هنايا، وعندك المحل التجاريه. وغادي نطلعوا دابا باش نشوفوها ان شاء الله. صافي يلا هشام 5 ايطاج. 5 ايطاج لاسونسور. فين هو لاسونسور نطلعوا فيه؟ ها قال لك لاسونسور باقي. لا لا والله مورا مزيان. لا السانسور راه كاين ما تخافش، من بعد راه غادي تصعب لاسانسور. هادو راه هادو راه الاسكاليي السكر. دابا حطها لي في الاسكاليي السكر باش ما تشوفش هاد الدرج هادو تقول مالهم صغار. هانتوما لابارتمون بحال هادي، شوف شنو عندها هي بحال هادي بحال هادي في 5 ايطاج. راه دابا حنايا في البخومييغ ايطاج ديال هاد الليل. لا صراحة بغيت نصور لابارتمون ديالها، تقول هادي ابارتمون ديالي شتيها بحال. نطلعو عاوتاني في الدرج الاخرين هكاك فوالا. هادو هما الدروج دابا الرئيسيين، وهادوك الدروج ديال ليسكالي دو سكور. هانتوما شوف هانايا دابا هنايا دوزيام ايطاج، ها هو دوزيام ايطاج. وغادي نطلعو حتى للسانكيام. حاطة مزيان ها الكاتريام. سخفت ها الكاتريام. شقانو كاس السانكيام هادي تاع هشام. اخيرا وصلت للسانكيام ايطاج ديال العمارة. لا تتن ارتاح هشام، اسخفت ويلا هادي كتبان لي لابارتمون زوينة تبارك الله ويلا واعرة صراحة. يلا دور الكاميرا ونصور عليك. الله يدري لايك لابارتمون ديال هاد السيدة هادي 5 ايطاج. عندك واحد البلاصة ديال البلاكار هنايا اونفاس مع الباب صراحة روح عليك زوينة صراحة. هاتي هاد البلاكار اللي دارو هنايا قدام البابا هشام زوينة. وهانتي ها هو الصالون، الصالون عندها كبير ورهيلة واعرة. لابارتمون تبارك الله مفوجة وعرفتي ما فيهاش دوك الكولوارات ودوك سميتو. هادي بعدا راه اقتصادية، هادي راه اقتصادية خويا هشام تبارك الله. وهذه هي لابارتمون ديالك اختي، عندك الباب 58 فيها
هانتيا فيك عندك الباب هنايا الدخله ديال لابارتمون ديالك، هنايا البلاصه ديال البلاكار كما كتشوفي اون فاس مع لابارت مع الباب ديال لونتخي، وهنايا الصالون شتي تبارك الله، وهنايا دو شامبر وغتكون لا كوزين تا هي. شوفو ها الدوش تبارك الله كبير هشام، دوش شتي والله الا دايرين فيه كلشي بلي زاباري ديالها كلشي ناضي ديال لابارتمون واجد صراحة. وعندك هذا هاد البيت هذا هو كيطل على الطرق ديال القنيطرة شتو قبلية، ما قلتلك راه عندها هي لابارتمون ديالها قبلية شتو كطل على الشونطي، وعندها عاوتاني لاشونبر هي هادي تانية شتي زوينة والله إلا ما شاء الله. وهذه هي الكوزينة، هذه كتخلي الكوزينة إوا يا لالا راه عندك البيوندغي واعرة، عرفتي هاد الكوزينة هادي بحال حيت عندها جوج الواجهات عندها الشرجر بلاصة ديال التلاجة بلاكارات روميلي كلشي هو هداك، وعندك البيوندغي شتي سادات والله إلا تبارك الله عليك. عندك بارتما زوينة ما شاء الله، وهانتوما شوفي الأجواء هنايا ديال لابارتمون كي دايرة، إوا هي هادي لابارتمون ديالك ما شاء الله زوينة. صافي نسدو هاد هدا صافي عيطو عليك هشام، عيطو عليك صافي خصنا نمشيو. إوا يالله إوا مزيانين بعدا ملي جبناها مع لابارتمون ديال هاد السيدة هادي الله يجعل البركة. هانتي هي ها ياك الجوع ايوا كله غيكلنا الله يعينها. ايوا هادشي اللي كان مهم ان شاء الله مره اخرى نجيو ان شاء الله نشوفو ان شاء الله. كاينه هادي وكاينه هادي ما تخبيوش عليك. لا ماشي هي هادي تهبت فين هي يكون هي هادي زوينه هانتوما شوفو نفس العماره اللي غادي تسد والله الا واعره بالله. شفت صوره كبير شي شويه عندها لك عندك الكوزينة على الوادي من هادي صراحة، عندك هنايا لاشومبر شتي هاهي لاشومبر شمشة هي هادي، وعندك الدوش كبير عندك واحد تبارك الله لاشومبر كبيرة بلاكار هانتوما شتو والله إلا واعرة هادي 57 تبارك الله كتبان في الصالة ديالها زوينة، يعني مبقاتش في المساحة الصراحة بقات في الصالة هادشي اللي كاين. ايوا المهم ان شاء الله مرة اخرى. وهادي حتى هي كبيرة هادي 72 كبير 72 دغيا دغيا نمشيو نشوفوها فيها حتى هي البلاكار هنايا فيها الدوش ما شاء الله. حتى كيقولوا لي كتزربي كتزربي اختي زينة عرفتي راه ما عندي ما ندير لهم والله هادي واقيلا ديجا حسيت بها صورتها عرفتي شوف شوف الدوش كي داير شوف راه هشام ها صورتها حسيت بها زعما هادشي هاد الصالة هادي صورتها خمسة وتسعين في المية إيوا صافي ملي عندك هاد التأكيد هذا صافي 5% ديال الشك ماشي مشكل نرجعو الفيديوهات ونشوفو والله إلا كنهضر مع راسي لا هاديك صورة نرجعو الفيديوهات ونصورو معناتها ساهلة ماشي بحال طلعة ولكن الحمد لله بعدا كاين لا سونسور عرفتي تصور دابا 5 كيلومتر بلا سونسور صغير صافي هشام دير النهاية غنربح عييت 5 كيلومتر في الصخر خليك انت دير النهاية صافي بقينا تقول لهم غير السلامة صافي مبقاش عندك الجهد يلاه نخليكم ان شاء الله هذه هي لا 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 خصني ندير النهاية زوينة لا ضروري لا بدا ما قدرتش ما نديرش لهم النهاية. إذا كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، بخلي كي شوية ديال الجهد اللي بقى فيا ندير به النهاية باش نجيب النهاية اللي ديال بصح يلاه. إذا كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، شكرا لكم بزاف والله العظيم إلا فرحت بزاف ملي كنصور شي أبارتمون لشي وحدة كنفرح تنقول زعما راه صراحة غنفرحها غتفرج مع الوليدات وكيتفرجوا فيا وكيتسناو فارغ الصبر وقتاش نحط لهم فيديو هشام والله العظيم إلا كيعجبهم الحال صراحة. إوا إن شاء الله الله يفرحنا دوب بما ضحي الصفراح يفرح الجميع إن شاء الله يا ربي إن شاء الله كنتمنى الله يستر الجميع والله يستر الجميع.
يا ربي امين هشام بدا كيدعي معكم اللي بديت الفيديو ديالنا ديال اليوم هو كيدعي معكم دعيو معاه حتى هو ان شاء الله الله يسهل عليك اخويا هشام داكشي اللي كتمنى واللي كيتمنى شي حاجه ان شاء الله يا ربي تعطيها ليه ان شاء الله وعواشركم مبروكه ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جديده ان شاء الله من بعد ملي غادي نرجعوا ان شاء الله مر العواشر ياك ان شاء الله شي 20 يوم بحال هكا شي شهر المهم هاد السنفوت هشام هاد السنفوت هي كتسنفوت غريكي ماشي كي ماشي خدمت منك المهم ترتاح من التصوير الله يحفظك اخويا هشام ايوا هادشي اللي كان يلاه توفر عليكم ما تنساوش لايك ديالكم وعواشركم مبروكه عواشركم مبروكه وكنسلم على الجميع الله يستر الجميع امين سلم على العائله مرة أخرى هذا الفيديو هذا بالضبط وصلوا العائلة صافي قول لهم السيدة هذيا كتسلم عليكم يلاه توكل عليكم وكنسلم عليكم كاملين كاملين فين ما كنتو واحد بواحد كنسلم عليكم.